عندها ارتفاع في ضغط الدم وعندها سكر. ما هو تعمل عندها قصور في الشريان الثدي وعندها تليف في الكبد. بدون باب. بدون بدون سقف بدون باب بدون حمام. عشان كده عايز تنزل وبعد كده يتبنى وبتاع. عايز يتبنى من اول البيت يا سعد. السقف معمول من خشب مش بتاع سقف، هم مجمعين شويه اخشاب عاملين منها السقف. في شباك مفتوح حاطينه بس عليه كده مشمع. مكان صغير جدا، مفيش غير سرير واحد كل الاسره بتنام عليه، الام والثلاث اطفال ثلاث بنات. عنده قضيه كهرباء بسبب الكهرباء. اتسجن بسبب الكهرباء؟ مكان مهجور زي ما احنا شايفين كده، صعب جدا المكان ده، ممكن يكون فيه عقارب وتعابين والناس دي ساكنه تحتيها وجنبها. البلد نفسها ما فيهاش شغل، يعني كل رجاله البلد يطلعوا يسافروا بره البلد يشتغلوا عشان هنا ما فيش شغل. يعني انتوا لو عندكم مشروع بين كل الناس دي يلم الناس كلها، يلم الناس كلها تشتغل. تمام. واصحي بكره لوحدك وتروحي رايحه الكنيسه وتروحي مقابله ابونا اديني حنه اتناول وبعدين ابقى اعترف. اول ما هتقولي هتعملي كده صدقيني هتلاقي ربنا هو اللي بيديكي هدوء وسلام وفرح، ولا كل العالم ده بكل كلام انت حاطاه في دماغك هتلاقيه يفرق معاك. ماشي كده. احنا عملنا سقف وسلم وسور وركبنا بيبان وشبابيك وخدنا الميه وبلطنا. العيال الصغير دي ينفع تروح المدرسه دلوقتي؟ خلاص ينفع. الصغيره خالص دي هتدخل مدرسه. الكبيره دي والكبيره دي هنعلمها محو اميه وندخلها المدرسه بعد. ممكن نوديها حضانه الكنيسه. ايوه هتروح. انما انت وجوزك عايزينكم تتعلموا. هتتعلموا بس القرايه والكتابه. محو ندخلك الميه والكهرباء. عندك سراير في البيت؟ عندي سراير اتجوزت عليه. واحد مفيش غير سرير واحد مفيش. طب هنبعت لك سريرين للعيال. ادي جاكيت. عايزه جاكيت. حاضر نجيب جاكيت. وحاجه تاني؟ شوكولاته. شكرنا وصل الرب كل حاجة جبها لنا أنت يا رب. وأنت القلب اللي بيتحمل شكرا ليك يا اللي رعاني يا اللي إيديك دايما رفعاني. أنا الذي في السماوات قدس اسمك يا دي مكبوت كل مشهد ترمى بسلم زادت على الأرض كل دي مكففون دينا اليوم.